مؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي من بين ما تعرض له في هذا الإطار إذن وفي هذه الجلسة الختامية، الحديث عن الإرهاب الأسود الذي وضعه كعنوان أساسي لهذه المرحلة، وقال إن الدولة تواجهه بكل شراسة وضراوة، وقال أو أشار إلى مستوى التقنيات المرتفعة التي صار يتعامل معها الإرهاب، وقال إن هؤلاء القتلة حسب ما أسماهم الرئيس السيسي سيتم اجتثاثهم واستئصالهم من جسد المجتمع المصري، وقال إن الدولة في ذلك ستتخذ كافة السبل وليس فقط على مستوى المقاربة الأمنية والعسكرية. ثم أشار بعد ذلك الرئيس السيسي محذرا الدول التي تقدم دعما ورعاية للإرهاب بأن هذا الإرهاب سينقلب عليهم مباشرة، والحديث بعد ذلك عن أن هذه الدول لن تنجو من الرد المصري إن لم تتوقف عن هذا الدعم الذي قدمته للإرهاب، في إشارة ربما كما تحدث الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين من الإشارات المتواصلة التي كانت تخفت حينا وتعلو حينا، لكن الآن الرئيس السيسي صار يصرح إلى ما يشبه الصراحة عن الدول التي تقدم دعمها ورعايتها للإرهاب. ربما حول هذا المعطى سيحدثنا الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. دكتور طارق أهلا بحضرتك. تقديم دول باعتبارها دولا راعية للإرهاب وداعمة للإرهاب، هذه وفق أدبيات السياسة المصرية في الآونة الأخيرة صارت مطلبا تقريبا ملحا. بالتأكيد وطبعا أكثر وضوحا. نعم. يعني النهاردة تصريحات الرئيس المباشرة أو تحليل مضمون كلام السيد الرئيس يجب أن يفهم في سياقه، أنا تجاوزنا مرحلة كنا نلمح فيها. نعم. ونشير بين يعني بين السطور وفوق السطور وتحت السطور، اليوم الرئيس يتجه مباشرة إلى تحديد يعني مصادر الإرهاب ودول ومنظماته. طبعا وأذكرك أنه طبعا ده هيبقى مرتبط بما تتجه إليه الدولة المصرية في ملاحقة بعض الأسماء وبعض الدول وبعض الشخصيات، وهناك توجه طبعا برفع دعاوى قضائية على بعض هذه الدول وبعض الشخصيات. بالمناسبة أعتقد أنه لا نريد أن نستبق الأحداث، لكن هناك يعني تطور مباشر يعني على مستوى التكتيك والتعامل مع طيب هذه. دكتور طارق، طالما ان حضرتك لفت انتباهك او استرعى انتباهك، الحديث صار صراحه الان عن دول راعيه للارهاب في هذه المناسبه وفي قمه البحر الميت التي عقدت في نهايه مارس الماضي، ما المعطى الذي تغير او تبدل في الواقع الاقليمي والدولي يجعل مصر ما بعد التلميح تذهب الى التصريح؟ يعني شوف، هو المسافه ما بين التلميح والتصريح توجهات جديده وتجاذبات جديده في المنطقه، مرتبط بضروره وضع النقاط فوق الحروف من الصياغات الدبلوماسيه للصياغات السياسيه ومن السياسيه الى القانونيه، وبناء عليه هذا هو الموقف الجديد الذي يتغير في مصر. ضروره ان يكون هناك مواجهه ومواجهه مباشره مع هذه الدول وهذه التنظيمات وهذه الاسماء. طبعا هناك شخصيات رعية لعملية الإرهاب على مستوى بعض الدول، هذه أمور طبعا تفهم في سياقها. التغيير ليس تغيير في الخطاب السياسي والإعلامي، لإنما هو تغيير في التكتيك والتعامل مع هذه المهددات، لأنها أصبحت حضرتك مهددات آنية للدولة المصرية وتهديدات مباشرة. هتقول لي طب ما الذي تغير؟ الذي تغير هو أنه لابد أن تضع الأمور في نصابها. الدولة المصرية اتبعت أساليب يعني دبلوماسية أحيانا وبعضها وبعضها طبعا كان في إطار الدولة المتسامحة التي تتعامل في إطار معين وحدود معينة وفي إطار يعني محدود وفق أطر سياسية وقانونية. اليوم طبعا الأمر يتغير على الأرض، من الطبيعي أن تكون هناك وقفة، إجراءات رادعة وخطوات ترتبط ب يعني توجيه الرسائل، لأن الرسائل اللي هي كانت مستترة في مراحل معينة لم يتفهمها الآخرون، ظنوا أن مصر دولة ضعيفة. اليوم الأمور تتغير وأعتقد أنها تمضي في إطارها الصحيح. دكتور طارق، خطوة التصريح تبقى تصريحا إلا خطوة واحدة أو إلا درجة واحدة، وهو التصريح بالدول التي تقدم دعما أو رعاية للإرهاب، وفي هذه الحالة لا أعلم إذا كان من بين هذه الدول التي تتحدث عنها الدولة المصرية دولة عربية، ما هي نتائج المترتبة على ذلك؟ والمسألة تبدو دقيقة وصعبة نوعا ما. يعني كانت دولة عربية أو إقليمية، يعني مهددات الأمن القومي لمصر معلومة من هذه الكيانات وهذه الوحدات السياسية سواء كانت عربية أو إقليمية، وبالتالي أنا أعتقد أنه الضوابط التي رعاها الدولة المصرية لاعتبارات كثيرة في مراحل معينة اليوم تتغير على الأرض. يعني ليس لأن هناك دول أو وحدات عربية يمكن أن نتعامل مع دول إقليمية ونقول أنها دول إقليمية وليست عربية. اليوم أنا أعتقد أنه مصدر التهديد واحد سواء كان قادم من دولة عربية أو من دولة إقليمية، التهديد والخطر واحد، فبالتالي لن تصيغ حضرتك معادلة سياسية جديدة في الإقليم مرتبطة بدولة واحدة، وإنما بالمهددات بأكملها سواء
سواء من تنظيمات ومن شخصيات راعية. طيب إذا كان هناك مشكلة دكتور طارق في فهم محددات الأخطار الإرهابية أو محددات أصلا تعريف مفردة الإرهاب، وما إذا كان هذا التيار يمكن وصفه بالإرهاب بينما التيار المقابل وإن كان مشابها له حتى في التوجه الأيديولوجي لكنه يبقى محايدا وبعيدا عن مظلة الإرهاب، هذه بعض المشكلات التي تواجه البيئة العربية أصلا، كيف يمكن التعامل معها؟ لا يعني شوف، موقف مصر واضح ومباشر ولم يتغير. موقف مصر من الإرهاب وإشكالية الإرهاب نفسها تعريفا ومفهوما وأيديولوجيا واضح ويعني موضوع في إطاره وواضح للجميع. لكنه لا أنا لم أتحدث عن الموقف المصري، أنا فقط أشرت إلى أن هذا الموقف لن يكون أو لا يكون حتى الآن متناغما مع مواقف بعض الدول العربية التي لها فلسفتها الخاصة في صبغ منظمة أو فصيل ما بالإرهاب. لا يا سيدي، ليس لنا الموقف المصري ليس لنا علاقة في إطار هذا. هناك دول في الإقليم كما تعلم ترعى الإرهاب، ربما فيها مساحة من يعني التعامل مع مصر، لكن بعض الدول العربية لا تتبنى الموقف المصري في هذا وتتبنى طبعا مواقف خاصة بها، وهذه أمور خاصة بتوجهات هذه الدول أو مواقفها واتجاهاتها. مصر اليوم بتحدد موقفها وموقفها سواء على المستوى العربي أو على مستوى الدولي طبعا. والسيد الرئيس ذكر هذا طبعا في كلمته في الجمعية العامة اليوم في مجلس الأمن، أيضا مصر حضورها في مجلس الأمن، يمكن احنا طلبنا أن مصر تستثمر وجودها في مجلس الأمن للدعوة لعقد مؤتمر دولي لتحديد مفهوم الإرهاب ومنابعه ومهدداته، وأيضا تحدد رؤوسه وشبكات رؤوس الأموال وغيرها من الأمور. أعتقد لا تزال الدعوة موجودة ومصر تملك هذا الإطار حتى مع الدول العربية، لأنه طبعا بحضور مصر في مجلس الأمن تستطيع أن توظف هذا وتستثمره بصورة كبيرة، وفرص متاحة كبيرة أمام مصر في هذا الإطار. شكرا جزيلا لك أستاذ العلوم السياسية متحدثا لنا عبر الهاتف الدكتور طارق فهمي.